عليكم شباب، تحياتنا لكم. يوم جديد وفيديو جديد من قناتكم الاولى الخاصه بالبلاب. اذا ما مشترك اشترك، لايك للفيديو، وصل لك اي شيء جديد محدثكم على صياد. فقره يوميات ليليه نجاوب بها على الاسئله مالتكم اللي تجينا بالتعليقات. نبلش منشور اول البارحه. التعليق الاول من ابراهيم فؤاد يقول: هل يتكاثر البلبل داخل المنزل؟ وهم يتكاثر والجو بارد وهم يحتاج تدفئه، وش تنصحني على التكاثر المنزلي؟ اكيد يتكاثر بداخل البيت، والدليل المغتربين العراقيين عندنا بامريكا او باوروبا وحتى باستراليا. طبعا هسه ما شاء الله بالجديد بدا يوصل، كل المحترفين العراقيين او المغتربين العراقيين قاعد يكاثرون البلابل داخل البيوت مالتهم، لان تعرفون انتم الاجواء هناك مختلفه عندهم، يعني مو مثلنا، يعني صيفهم يكون اقل، وحتى صيفهم هم يعني اعلى درجه يسجل 30 درجه. زين، فتكاثرهم كله داخل البيت وناجح 100% وماكو اي مشكله به، لكن شويه يحتاج لصبر. الصبر شنو معناها هنا؟ الصبر انه الطيور تحتاج وقت حتى تتاقلم على الجو مالتها اللي راح يكون داخل البيت. يعني مثلا يجوز يعبر موسم كامل يلا الطير يكيف نفسه ويا الجو مال البيت هذا ويتعود عليه. طبعا الموسم مال التكاثر طبعا حاله حال موسمنا، يعني هم بالربيع والصيف كله وبالشتاء بطلن. هسه تقول مهنا جو البيت، صحيح هو حتى لو جو البيت، يعني من الله سبحانه وتعالى الطيور تكون هذا موسمها فقط، يعني ياخذونهم ياخذن استراحه. بالنسبه للتكاثر المنزلي الشتوي بصراحه انا ما انصح به، هنا راح تكون التكلفه اكثر من الفائده. هسه تقول يا بابا انا اريد اتونس، يعني مو شرط انه استفاد من عندهم، انا وياك صحيح، بس انت هنا اليوم اذا مثلا فشلت بالانتاج راح يخرب واسك، هاي وحده. اثنين، راح تتعب الطيور بالبلاش. يعني اوكي تكاثر منزلي اوكي، لكن بالشتاء انا ما انصح به بصراحه. يعني اولا الفرخات راح تطلع عندك ضعيفه ما يتحملن، الطيور عندك راح تتعب، لان الطيور هنا ايش راح تحتاج؟ راح تحتاج طاقه حتى تكيف نفسها وتوفر الحراره تحتاجها، وراح تحتاج طاقه حتى تبدي النسيه تبيض وحتى الفحل يلقح، خصوصا الفحل. اركز على الفحل، النثايه هسه احنا عندنا نثايه قاعده تبيض، ماكو مشكله ليه هسه اكو نثايه قاعده تبيض، لكن الفحول حساسيه عندهم كلش قويه، يعني ويا الجو، يعني الا ويا الجو الحار يلا يبدي يلقح، مو مثل انه النثيه عادي الموسم مالتها مفتوح شو وقت ما كان تبيض. التعليق الاخر يقول: دا اطحن فستق والبجوز وشوفان واسوي طحين وعجنه ويا التمر، اقدم البلابل حبتها، بس اريد اعرف اكو ضرر بهاي الخلطه لو طبيعي ما عليهن شيء؟ بصراحه انا ما مجربها، لكن كنت اقدم انا قبل ما تبدي الاعلاف هاي المستورده تجينا، كنت اقدم المكسرات، وعندي فيديو بهذا الخصوص ومنزله، يعني ماكو مشكله عادي، بس مكسرات واخبطها ويا التمر، بصراحه هذا الشيء انا ما مجربه. يعني ما بس بالنهايه تجي على الموضوع انه هي مكونات طبيعيه، يعني مو ما ما خالتها مواد كيميائيه او هيك شيء حتى ياذين، فاكيد ما دام الطيور هم قاعده تتقبلها يعني ماكو مشكله. ناس تقول البلد زين وكل الزين للبلبل، وناس تقول مو زين، وانا دخلت شنو ايجابياته وسلبيات البلد؟ باوع البلد عده انواع اللي موجوده بالسوق، عندنا انواع مستورده وعندنا انواع محليه. المحليه اكو معامل، شلون نقول احنا، معامل مو نظاميه، فما تعرف ايش قاعد دا يخبط. طبعا بالمناسبه البلت يعني مو عبالك انه مكون عادي وقبل، لا لا لا، البلت مجموعه مكونات تدخل وقياسات بيها وتدخل بالمكاين، ويعني واللي يسووا الى اخره، يعني مو 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 حي الله وقبل بلت، لا لا لا. فعندنا احنا معامل محليه، المعامل المحليه اكو بيها تشتغل ضمن قياسات مواصفات عالميه، واكو بيها لا والله هيك شله وعبر. اكو شغله، اكو قسم يضيفون الثوم واكو قسم ما يضيفون الثوم. بالنسبه لنا احنا الثوم بصوره عامه بالصيف في كتله للطير ما يتحمله لانه حار والجو حار، اوكي. شغله اللخ، البلت مثل ما قلت لك انه المواصفات هذا بعد احنا ما نعرف المعمل شو اشتغل، دا احكي لك على المحلي، شو اشتغل وما اشتغل، او راح يخدم الطير او ما يخدمه للطير. بالنسبه للبلت المستورد، البلت المستورد انا لي تجربه خاصه بي فعال جدا، فالشيء كلش راقي. عندنا نوعيتين اشتغلتهن انا، يعني جربتهن، نوعيه ايطاليه
وبنزل لكم انا التصوير مالته قبل يمكن 3 سنين 4 سنين. الجونية مالته ورقية تصير وعليها مرسوم دجاج. فشي عالمي، فشي عالمي عالمي يعني، الشغل كلش قوي. واكو نوعية من شركة بلجيك من شركة فيرسل لاجا، يعني هذا الشركة رصينة كلش بعالم الطيور والمنتجات مالته. وهم يعني هذا حاليا طبعا هسه اللي دا استعمله دا اخلطه ويا الخلطة، وهم ما اخلطه هواية بلت، هم ما اخلطه هواية، دا اخلط تقريبا 5% فقط دا اضيفه ويا الخلطة. يعني بالرغم ما انه هو شركة فيرسل لاجا بلجيكي ودا اخبط بس 5%. ليش؟ لانه البلت مثل ما قلت لك شلون يعني اوصف لك اياها، كانما انت اليوم قدامك، احنا كبشر مثلا قدامك خبز بس، وقدامك اكل بفواكه وغيره وغيره، يعني مجرد انه يشبع الطير بس. صحيح بنسبه من الكالسيوم بس ما بفيتامينات، هذا الفرق مال البلت وهاي فوائد البلت. انت اذا لقيت بلت مستورد هذا فشي راقي كلش، تقدر تطيل الطير بس مو اعتماد كامل، لان الطير يحتاج فيتامينات، يحتاج كالسيوم، يحتاج كاربون وغيره وغيره، مو بس البلس. تعليق الاخر، بلبل اليف عنده رشح من جبته ولحد الان ما طاب، شنو علاجه؟ صار له 3 اشهر. يعني هذا ما اتوقع مرض، ما كل يوم مرض يطول بالطيور، الطيور خصوصا 3 اشهر وما يقتلهم. المرض الخطير او المرض المتوسط يعني ترى كلش 3 ايام او اسبوع كتله للطير، ما بيها كل مجال، مو مال 3 اشهر. هذا اتصور انه انا الطير انه اكو فشي بالمنخار مالته، المنخار نقصد الفتحه مال الخشم اللي تصير بالمنقار، اكو فشي عاصي يخليه يصير عنده مثل الرشح، او اكو شعرايه واصله يعني من المنخار وناس اللي جوا بده تسبب هذا الرشح. اذا كان اكو مثل المي يطلع من المنخار مالته، من الفتحه مال المنقار مالته، اي هنا اوكي رشح، بس ما يطول هم هاي الفتره. عموما اذا اكو شي حاله وثلاث اشهر مطول، يعني هذا معناته ما يفيد انه مواد طبيعيه او غير شيء، لازم هنا تدخل بيطري، يعني نجيب له فد مضاد حيوي قوي وراح يطيب ان شاء الله. التعليق الاخر، عندي 2 بلابل مخليهن سوا بس ما متاكد منهن، نثيه وفحل، خليت يمهن فحل وحده قامت تزاوف عليه، شنو يعني؟ حاليا مثل ما قلت لكم اي تحديد للجنس بهالاجواء ما ينجح نهائيا، لانه الاجواء هسه بارده فالطيور السلوك مالتها مخربط. عندي محميه اريد احط بها زوج بلابل اليفات قبل لا احطهم بالمحميه، شو اسوي؟ حاليا لا تحطهن، انتظر خليه يخلص الشتاء على ثاني يلا تحطهن. عندي محميه 4 زائد 3 قصده 4 في 3 بيها زوج بلابل وحشي، يصير اخلي وياهن بنجز او جاوة او حسون يصير يبيضن ويفرخ البلبل الوحشي؟ اوكي ممتاز. الحسون من الطيور اللي تلائم ويا البلبل، بنجز جاوة، الكناري المغرد، البنجز العادي، الحمامة الماسية اذا شايفيها حلوة كلش، القمريات، هذن كلن يرهمون ويا البلبل. اللي ما يرهم ويا البلبل او باقي الطيور اللي ما ترهم وياه هن ذوات المنقار المعقوف او المعقوف. شنو ذوات المنقار المعقوف؟ اللي منقارهن يصير معقوف هيك، باوعني ايه هيك يصير منقار، يعني من هم مثلا طيور الحب بصوره عامه، الكوكتيل، الغنادير، هذني الطيور احنا نسميهن طيور وحشيه، يعني هن بيناتهن يتكاتلن ترى، يعني الناس على ناس الطب تاكل افراخ الناس البقيه، فهذني ما ينجحن ويا البلبل نهائيا، باقي الطيور كلها تنجح طبيعي ماكو مشكله. التعليق الاخير، على شنو رايك تسوي كتاب على البلابل ومراحل حياتهن واني اول الداعمين؟ شكرا جزيلا لك. بصراحه اكو هيك فكره، والفكره يعني يمكن قبل 2 او 3 جت ببالي، بس الـ 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 ها وبالمناسبة حتى التأليف يعني الفكرة شنية، ومو بس انه مراحل حياتها وغيرها، لا 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 لا، الموضوع يشمل شغلات ابعد ان شاء الله، بس شوية المجال ماكو، هي هاي المشكلة، يعني شوية ترى الموضوع انه انت اليوم انت تريد تكتب لك كتاب يحتاج وقت هواية ويحتاج جهد قوي حتى توصف هذا الطير وتوصل الفد مستوى وياه، فان شاء الله ان شاء الله بلكي نحصل الوقت المناسب ونسوي هيك فكرة. فيديو اليوم انتهى، شكرا للمشاهدة، انتظرونا باكر فيديو جديد، تحياتنا لكم.